السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مركز حسناء للكوتشينج والتدريب والإرشاد النفسي والتربوي. أهلا وسهلا بكم. اليوم حضرتوا معنا الافتتاح ديال المركز ديال حسناء للكوتشينج. هذا المركز أنا كنعتبره واحد الإضافة لمدينة أسفي، لأننا في أمس الحاجة بحال هاد المراكز اللي يكونوا بكثرة لمساعدة الناس على مساعدة أنفسهم. دخلت لهذا المجال لأنه مجال كيعجبني بزاف، عندي شغف كبير بمجال الكوتشينج. قريت في أكاديمية الدكتور عبد القادر العداقي بالإمارات، أكاديمية معتمدة دولياً، وحصلت على الماستر المهني في الكوتشينج والصحة النفسية والإرشاد النفسي والتربوي. من بعد ما خديت الماستر ديالي قررت أنني نفتح مركز بمدينة أسفي، المدينة ديالي بطبيعة الحال، رغم أن بزاف ديال الناس ما نصحونيش، قالوا لي علاش ما تفتحيش في مراكش أو في مدن كبرى، غادي تمشى أحسن. ولكن أنا شفت العكس، شفت بأن المدينة ديالي محتاجة لهذا النوع من الخدمات. المركز كيقدم عدة خدمات لصالح الساكنة بطبيعة الحال، فيها جلسات كوتشينج تطويرية علاجية وقائية، وجلسات كوتشينج مدرسي لفائدة الأطفال والتلاميذ والمراهقين والطلبة أيضا. هذه الجلسات ديال كوتشينج المدرسي للتغلب على صعوبات التعلم وعلى المشاكل النفسية وعلى ضغط الامتحانات. وأيضا من ضمن الخدمات اللي كنقدم هنا في المركز وهما جلسات إرشاد نفسي وتربوي وجلسات تأمل واسترخاء وطاقة حيوية. مرحبا بكم في المركز ديالنا اللي كيتواجد في إقامة مولاي إسماعيل المدينة الجديدة فوق مركز الفحص بالأشعة ابن سينا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.